استاذ محمد، في من ضمن التقرير انا لفت نظري طبعا ان انت يعني في كذا منصب، وفيها منهم امين صندوق وفي منها اكتر من حاجه. انا مبسوط الحقيقه ان في كوادر جوه نادي ربنا الزمالك، لكن ده يخليني اسالك ان مثلا عضويه 90,000 دي ما اقدرش حاجه اعديها، ان انت مش بيبقى اكيد محتاج ثقه الانتخابي، علاقات جوه الجمعيه العموميه. هل اتكلمت مع حد قال لك لا ده وقت مثلا ترشح، او انت لسه ممكن جديد محتاج يبقى حواليك عدد اصوات كتير؟ عايز اعرف القرار خدته ازاي. انا القرار اخذته ان انا من بعد الانتخابات المره اللي فاتت، وانا حققت رقم في فتره قليله، حققت رقم محترم جدا، فقلت ان انا مش هقطع التواصل مع اعضاء الجمعيه العموميه، وهبتدي اتناقش معاهم في الافكار اللي هم محتاجينها والخدمات. فظل التواصل على مدار سنه، كونت قاعده بيانات محترمه ما يقرب من 6200 عضويه، دول حقيقيين موجودين على الموبايل، وبتواصل معاهم بصفه شخصيه، وببعت لهم رساله على الواتساب، وببعت لهم برنامج الانتخابي، وفي تجاوب معاهم، وبتواصل معاهم تليفونيا لمناقشه البرنامج، مناقشه تعديله. فانا لم انقطع عن الجمعيه العموميه، موجود داخل النادي، بقعد في كذا ترابيزه من الترابيزات اللي فيها تكتلات، والحمد لله رب العالمين الواحد لاقي قبول شديد جدا داخل اعضاء الجمعيه العموميه. قبل كده عرض عليك اي منصب جوه نادي الزمالك، او خدمت في اي منصب جوه نادي الزمالك؟ لا، لم يعرض علي شيء. طب المره اللي فاتت كنت نازل على منصب ايه؟ أمانة الصندوق. برضه امانه الصندوق. نعم طب ده نعم معناه ان انت يعني المنصب ده بالنسبه لك ممكن يكون من وجهه نظرك ليه مهام معينه. طبعا طبعا، ده تخصصي الدقيق. انا تخصصي التمويل والاستثمار وتحليل القوائم الماليه واعداد دراسات الجدوى. انا كأمين صندوق مش مطالب ان انا اوقع على الشيكات، لا، ده انا مطالب ان انا البدائل التمويليه ان انا اجيبها باقل تكلفه، ويعني وابتدي اعاصر ايه هي البدائل التمويليه الحديثه، مش اعتمد على البدائل التمويليه التقليديه يعني. وفي نفس الوقت الاوعيه الاستثماريه اللي انا هضخ فيها التمويل دي لازم تكون واضحه، ايه العائد منها وايه الجدوى بتاعتها، ولازم اعمل عمليه ضبط لعمليه الايرادات تروح على الاستثمارات. فكل دي عناصر ما لقيتهاش في الاداره الماليه على مدار المجالس اللي انا عاصرتها يعني. طيب هياخدني سؤال برضو لازم يجي في دماغ اي حد. المره اللي فاتت نزلت مستقل، نعم، المره دي مثلا اتشاف في قايمه ممكن نكون في ناس مستقله، ليه ما فكرتش تنزل في قايمه، او ليه انت مفضل تنزل مستقله؟ والله انا نازل مستقل، وفي تفاوض دلوقتي مع قايمه وتحالف الاثنين يعني، بس انا بحاول ان انا اعرض برنامجي الاول، اوصل للاعضاء يعني بفكري، ثم اللي هيتوافق مع فكري هتحالف معايا يعني. في كتير جدا يعني متحالفين مستقلين يعني، ففي حاليا دلوقتي تفاوض على قائمه وعلى تحالف يعني. طيب اهم واجبات منصب امين الصندوق في الوقت الحالي، واهم اولوياته من وجهه نظر الاستاذ محمد؟ طبعا اهم اولوياته لازم يعيد هيكله الانشطه الاداريه والماليه داخل نادي الزمالك. الانشطه الاداريه بهذا الوضع دي يعني هي المدخل للفساد المالي اللي معروض في القوائم الماليه بتاعت 2023. ده فساد مالي فج يعني، عدى مرحله الفساد. فهو عشان خاطر تعرف تدير صح لازم. طب يعني كلمه فساد مالي دي مش المفروض تكون كلمه ليها علاقه بجهه رقابيه، او يعني والله انا ازاي اقدر افسر، او لو في كلمه تصل لكلمه الفساد المالي ازاي اقدر كنادي ياخد حقه؟ حضرتك عندك تقرير مراقب الحسابات في الراي العكس بتاعه، أسوأ رأي ممكن يقدمه مراقب الحسابات، مقدم 30 ملحوظة. ال 30 ملحوظة اللي مقدمهم دولت كل بند فيهم يعني مش يودي السجن، يودي مؤبد. 30 ملحوظة دول يعني بقول لك لو ملحوظة واحدة فيهم بس تودي في يعني، ما فهمش ولا ملحوظة إلا وتقول لك إن القوائم المالية دي كانت للتلاعب فقط. يعني إنك أنت تسيبها كده سايحة من في الاخر لازم حد يعني قانوني يفصل لي في فكره ان مسميات اللي حضرتك ذكرتها سواء اسم فساد او تلاعب دي مش بتبقى بتاعتي، بس انا ممكن واجبي ان انوه. عشان كده يمكن انا كنت بطالب دايما من امبارح الحقيقه ان يا جماعه لو حد عامل عطله اجرائيه لاشخاص، طب لو سمحت يعني ساعدونا ان نحل المشاكل الاول. لو عندك طرح قانوني او لو عندك اجراء قانوني عايز تاخده، خده في المشاكل اللي احنا شايفينها في ميزانيه، في مراقب الحسابات، في اي حاجه ليها علاقه بان النادي يطلع لقدام. يعني كفى عطله اجرائيه لاشخاص او يعني لشخصا الامور. انا شايف ان النادي في الوقت الحالي محتاج لو انت عايز تخدمه فعلا تعمل مذكره قانونيه، تعمل اي اجراء قانوني عايز تاخده تحت اي مسمى، عشان انا مش هبقى دقيق قوي في المسميات دي لان دي طبعا عايزه ناس متخصصين قانونيين، بس من باب اولى تشوف ايه اللي وصلك للواقع ده.
ايه اللي خلى المديونيه كبيره؟ ايه اللي خلاك عندك وقف قيد؟ ايه اللي خلاك يعني ده مال عام، فالمال عام ده مهم حسن ادارته. فانا شايف ان نوفر نفسنا كلنا للاجابه على الاسئله دي بما فيها لو حد اشطر مننا في الاجراءات القانونيه يروح يشوف الحاجات دي خلتنا في الواقع ده ليه؟ كفايه عطله للاشخاص اللي ممكن هيقود نادي الزمالك، في الاخر انت في عمل تطوعي المفروض. وبرضه من الحاجات اللي معلش انا هقف عند الحته دي عشان ليه انا بقول لحضرتك الكلام ده؟ لان انا عايز طبعا استفيد من وجود حضرتك معايا وتستفيد بوقت البرنامج زي كل المرشحين انك تطرح وجهه نظرك وتقدم الحلول. يعني عايز حلول وخلي اي حاجه ليها علاقه بالامور القانونيه خليها بقى في اطار بلاغ، في اطار حاجه من في الحتت اللي ايه المسؤوله جهات رقابيه. لكن اللي عايز اقوله ان انا الحقيقه برضو بستغرب ان ليه ابدا عمل تطوعي والمفروض ان هو تطوعي ويبقى فيه حروب شرسه بهذه الطريقه او نصل لدرجه ان انا اعطل بعض كذا، من حتى لو يكفل لك القانون انك تعمل ده، بس المشهد العام واللي الزمالك محتاجه مش ان نعطل بعض، المشهد العام والزمالك اللي محتاجه ان انا لو عندي اجراء قانوني اخده في اتجاه اللي عطلني، اخده في اتجاه شكل الورقه اللي حضرتك بتتكلم عنها، اخده في اتجاه المسار، اخده في اتجاه وقف القيد، اصول ما تمش استغلالها، تسويق مش الحاله الامثل، فرع رئيسي لسه بيتم التجديد فيه مش فرع تاني والتالت ورابع. فعندي حاجات هي اللي محتاجه اجراءات قانونيه من الاشخاص اللي بيحبوا الاجراءات القانونيه. انا بس النقطه دي عايز اقفلها. نعم. وعايز حضرتك تقول لي ايه الحلول. طيب اللي حضرتك قلته ممكن اقفلها انا بحاجه بسيطه معلش. الاستاذ حازم عبد التواب المراقب الحسابات بتاع النادي السنه اللي فاتت برضو ادى راي عكسي بنفس الملاحظات ولم يبت فيها. احنا عندنا نوعين ستيك هولدر وستوك هولدر. ستيك هولدر اللي هم الملاك، والستيك هولدر اللي هم اصحاب ستيك هولدر اللي هم اصحاب المصلحه كاسهم يعني لا اصحاب المصلحه ايا كانت اصحاب المصلحه كل من له طرف في المصلحه. الجهاز المركزي للمحاسبات المره اللي فاتت المفروض انه كان راجع الحاجات ديت واحالها للاموال العامه تمام، هي لم تحال. فنفس القضيه ونفس الملاحظات بنفس الراي العكسي مطروح السنه ديت. طيب عشان خاطر الموضوع ياخد مجراه طبيعي الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع يحول الاموال العامه، لازم اعضاء الجمعيه العموميه صوتوا بلا عشان يعملوا ضغط احراج على الاجهزه الرقابيه انها تشتغل. ما ينفعش السنه اللي فاتت كانت نفس الملاحظات، المره دي الملاحظات اسوا بمراحل، الارقام كلها واضحه جدا، ارقام غير طبيعيه. يبقى من باب اولى ان الاعضاء يصوتوا بلا على رفض الميزانيه تحول للجهاز المركزي للمحاسبات ويحولها للجهات الرقابيه الماليه. بس وده في الدعوه اللي موجوده لحضور الجمعيه العموميه ان يكون في حضور انك تمضي على الميزانيه. نعم. فاحنا مش عاوزين نمضي عليها الا بلا عشان خاطر تاخد مجرها الطبيعي، عشان نقدر نقول احنا مش كل مره هنقول نعم نعم نعم. فالجهاز المركزي للمحاسبات مثلا ما يعنيش اهتمام، لكن اما يبقى في ضغط من اعضاء الجمعيه العموميه اصحاب المصلحه على الاموال بتاعتهم يبقى يعرف ان احنا تحول للجهاز المركزي للمحاسبات يحولها للاموال العامه وتاخد مجراها الطبيعي ونشوف يعني المال العام ده رايح فين. طب على الوضع ده بقى. نعم. واضح ان عليك عندك بعض المعلومات والاحصائيات لك لممها عشان تعرف انت داخل على ايه. نعم. كده اي حد داخل على ايه؟ هو داخل على هي ازمات بس مش ازمه ماليه، هو عباره كان زي ما قلت لحضرتك هي يعني مش عاوز اقول اللفظ الثاني، هي فساد مالي، هي عاوزه عمليه هيكله عمل مؤسسي مؤسسي عشان تتعرف كل حاجه رايحه فين وكل حاجه محتاجه ايه، كل حاجه تخطط لها. زي مثلا الموازنه التقديريه، انت معتمد الموازنه التقديريه السنه اللي فاتت في بدايه السنه، طب ايه علاقتها بالميزانيه دي؟ مفيش. يبقى انت الموازنه التقديريه دي المفروض انها خطه اللي انت تشتغل عليها. انحرف عن الخطه 5% 20% 30%، لكن ما تنحرفش 100%، مش تبقى قايل ان انا هعمل وهعمل هعمل تيجي اتجاه تاني خالص. فالخطه بتاعتك لازم تبقى مبنيه اتجاه سليم وادوات الرقابه بتاعتك تبقى سليمه.